محافظ صلاح الدين يعرض في اجتماع موسع مع العامري حاجة المحافظة لاستقلالية في استثمار الموارد وإنهاء ملف النزوح. محافظ صلاح الدين يوجه بإبعاد عمليات تسويق الحنطة عن الروتين وإجراءات الحظر لضمان حقوق المزارعين. مواطنو صلاح الدين يشيدون بإجراءات خلية الأزمة للوقاية من كورونا ويؤكدون التزامهم بقرار حظر التجوال الصحي. وحكومة الكاظمي تجدد التزامها بالتحقيق النزيه والمستقل بأحداث التظاهرات ومكافحة الإرهاب يقتل ما يسمى والي العراق.